بنحاول بس نقدم في برنامج صحي تثقيفي صحي يخص آبائنا وأمهاتنا المسلمات بالأمراض المزمنة من بينها مرض السكر. حبينا استدعينا لهم وعظ ديني واستدعينا لهم طبيب باش يعطيهم شوية نصائح تخص شهر رمضان فيما يخص الحمية أم حمية أمراض السكر. ربي يوفقكم. ربي إن شاء الله يوفقنا وإن شاء الله شهر رمضان مبروك عليهم وعلى أمة محمد كلها. إن شاء الله يا ربي يوفقنا في هذا البرنامج باش نعطيهم شوية نصائح وهم إن شاء الله يكونوا قد هذه النصائح. شكرا يا دكتور.